كما اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الاعتماد على الجهود المشتركه والقدرات الذاتيه والتكامل العربي لصياغه حلول حاسمه للقضايا اصبح واجبا ومسؤوليه. وخلال كلمته بالقمه العربيه في جده اشار الرئيس السيسي الى ان تطبيق مفهوم العمل المشترك يتعين ان يمتد للتعامل مع الازمات العالميه وتنسيق العمل لاصلاح منظومه الحوكمه الاقتصاديه العالميه وفي القلب منها مؤسسات التمويل وبنوك التنميه الدوليه. ان الاعتماد على جهودنا المشتركه وقدراتنا الذاتيه والتكامل فيما بيننا لصياغه حلول حاسمه لقضايانا اصبح واجبا ومسؤوليه. كما ان تطبيق مفهوم العمل العربي المشترك يتعين ان يمتد ايضا للتعامل مع الازمات العالميه وتنسيق عملنا لاصلاح منظومه الحوكمه الاقتصاديه على العالميه وفي القلب منها مؤسسات التمويل وبنوك التنمية الدولية التي ينبغي أن تكون أكثر استجابة لتحديات العالم النامي أخذا في الاعتبار أن حالة الاستقطاب الدولي أصبحت تهدد منظومة العولمة التي كان العالم يحتفي بها وتستدعي للواجهة صراعا لفرض الارادات وتكريس المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي